انسحب المسلحون من المحافظة بعد الاتفاق مع لجنة الوساطة الأهلية وجنبت المحافظة من حرب أكيدة كانت على وشك الحدوث، ولكن حتى هذه اللحظة لا زالت أبين تعيش حالة من التوتر وعدم الاستقرار. الفوضى وانعدام الأمن هما العنوان الوحيد لحالة الشارع هنا. ولا أبين الآن بس تخلى جماعات أخرى بعد خروج القاعدة من أبين نشتري جيش أمن لحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة. أيام عدة مرت على انسحاب المسلحين من أبين، ولازالت السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ ومدير الأمن خارج المحافظة. أبين في الحاوية ولا فيها يجد أي مسؤول، فيها لا سلب ونهب داخل المحافظة. جميع مكاتب مبنى المحافظة ما زالت مغلقة، ولا أحد هنا سوى مواطنين وملامح الأسى بادية عليهم، وتساؤلاتهم كثيرة عن سر ما يحدث وسبب تأخر عودة المسؤولين. السلطة المحلية غائبة عن المدينة منذ 2015 بعد الاجتياح الحوثي وتحرير المناطق من الغزو الحوثي، غابت السلطة المحلية ولم تستلم أي مرفق حكومي في المحافظة. زنجبار كغيرها من المدن الأخرى تعيش حالة من البؤس والتهميش والفوضى دون أن تمتد يد الدولة وتبسط سيطرتها على كبرى مدن المحافظة وعاصمتها. حتى هذه اللحظة لا زالت السلطة المحلية غائبة عن المحافظة، ولا زالت المكاتب هنا مغلقة، حتى إشعار آخر. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.